فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: دخلت مكة متمتعا في ذي القعدة وتحللت بعد العمرة، ثم صار لي ظرف. دخلت مكة قاصدا التمتع في ذي القعدة، فأحرمت بالعمرة وتحللت بعد ذلك، وصار لي ظرف فذهبت إلى جدة ثم رجعت في اليوم نفسه. يقول: في يوم التروية أحرمت من سكني في مكة، هل حجي هذا صحيح؟ إذا كان مسكنك في مكة نعم لا بأس تحرم منه، ولو ذهبت إلى جدة. إن أحرمت من جدة فهو أحسن، وإن لم تحرم إلا من سكنك لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.